تتسبب الطرق المغلقة بعرقلة عودة النازحين إلى قضاء تلكيف شمال الموصل، القضاء الذي كان يقطنه المسيحيون إلى جانب مكونات أخرى. هنا تحاول الحياة أن تنهض مجددا في أسواق تلكيف رغم ما مر به القضاء الذي كان يعد من المناطق المختلف عليها بين حكومة الإقليم والمركز. هنا الإدارة والأمن يناقشان أسباب تأخر عودة النازحين وخصوصا من المسيحيين. بالنسبة للوضع الأمني في قضاء تلكيف، الوضع الأمني مستقر ومتعاون كل الأجهزة الأمنية مع المواطنين، فأي شغلة أي معلومة المواطن رأسا ينقلها الجهات الأمنية والقوات الأمنية تستجيب بسرعة. في قضاء تلكيف عادت فقط 30 عائلة مسيحية من أصل 1600 عائلة كانت تقطن تلكيف قبل داعش. وتفيد المعلومات أن غلق الطرق بين قضاء تلكيف الذي يخضع لسيطرة الحكومة العراقية وناحية القوش المتاخمة لدهوك سببا أمام تأخر عودة النازحين. جسر مندان مسافة تقريبا ساعة على ما تصل الجسر، بينما من هنا إلى من القوش يعني من على طريقة اللصقف يعني ما طول نص ساعة أنت بدهوك. ويقول سكان محليون إن وجود سجن التسفيرات بين الأحياء السكنية في قضاء تلكيف سبب آخر ولد مخاوف لدى المسيحيين من العودة إلى تلكيف. السجن يضم أكثر من 1000 موقوف يعتقد بانتمائهم لداعش. أعداد قليلة لحد الآن اللي هي عائدة، لكن ده نعمل بطريقة أنه كيف أنه نهيئ بيئة مناسبة مستقرة أنه خاطر الناس أنه تعود إلى يعني دورها وإلى أعمالها. سببان يقفان أمام عودة المسيحيين إلى تلكيف: غلق الطريق الرئيس ما بين القوش وتلكيف ووجود سجن التسفيرات بين الأحياء السكنية. من الموصل جمال البدراني، الشرقية نيوز.